صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي ارحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا بصبحيتنا المباشره من احلى صباح، وبذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج، رح تمرق باسفل الشاشه وتتابعونا عبر اللايف ستريمينج على الفيسبوك. صار الوقت نتعرف على طقس الويك اند كيف رح يكون مع المهندس عبد الرحمن زواوي رئيس دائره التقديرات بمطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير. الو عبد الرحمن، عم تسمعني؟ الو الو، صباح الخير عبد الرحمن. ايه عم بسمعك. الو كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. عم بسمعك انا. اوكي، وانا عم بسمعك كمان. عبد الرحمن خبرني كيف راح يكون طقس الويك اند؟ نحن حقيقه قادمين على ارتفاع بدرجه الحراره بالايام القادمه، يمكن اليوم او امبارح نزلت شوي بس ما بينحكى فيهم. نحن بشكل عام ضمن المعدلات الموسميه لشهر تموز وحنطلع فوقها ابتداء من نهار الاحد. اليوم وبكره درجة الحرارة على الساحل اجمالا حتكون بين 23 و 31 درجة، يعني بعدها مقبولة، بس قادمين على ارتفاع بحدود تقريبا 3 4 درجات بالايام القادمة، لحدود 35 او 36 ممكن توصل نهار الثلاثاء. بالاضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، يعني عادة نحن بيجينا موجات حر بتكون نسبة الرطوبة منخفضة ما بنحس فيها كثير، هيدي في ارتفاع نسبة الرطوبة يعني بتأدي إلى حرارة محسوسة شوي عالية. المرتفع الجوي او الكتله الهوائيه الحاره اذا بتحبوا تشوفوها على الخرائط بنشوفها اكيد، مصدرها اجمالا شرق وشمال افريقيا، يعني شرق البحر المتوسط، شبه الجزيره العربيه باللون الاحمر، بنلاحظ اللون الاحمر واضح جدا من جهه الشرق، لبنان بصير بالطرف. هيدا الكتله الهوائيه الحاره بتاثر اكثر شيء بالمناطق الداخليه، يعني مناطق البقاع ممكن درجات الحراره توصل تقريبا ل 38 او 39 درجه، بالرغم من انه الحد الادنى الصباحي بيبقى تقريبا مقبول، يعني 21 او 22 درجه. وهالشيء ممكن يؤدي كمان الى نشوب بعض الحرائق بالمرتفعات لانه في نسبه رطوبه منخفضه بالمناطق الداخليه، بينما المناطق الساحليه والجبليه حتكون نسبه رطوبه مرتفعه، والمناطق الجبليه التأس بيكون مقبول، يعني خاصه فوق ارتفاع 1000 متر. انا سمعت انه عندكم برنامج بكره، بخبرني بيير انه عندكم شيء بتعايز حالتها. صحيح، طالعين لايف من فوق بكره. طلعنا حسب اي ساعه، بعد الساعه 10 11 اجمالا في ارتفاع درجه الحراره، بس بشكل عام مقبول، يعني درجه الحراره الدنيا بتزقع حالتها حتكون 15 تقريبا، يعني الصبح ممكن يكون شويه ضباب حتى على المرتفعات لحد الساعه 8 9. هلا بعد الساعه 10 الصبح بيكون عندكم ارتفاع درجه الحراره بتوصل ل 28 خلال النهار. نعم. حتكون حلو نهار السبت، لانه لو رحتوا نهار الاحد، نهار الاحد واصلين 32 على الجبل، بس نطلع فوق 30 على الجبل اجمالا مع رطوبه موجوده واضحه بيكون التأس شوي مزعج. بصير تأس البحر افضل. عبد الرحمن بكره 22 درجه والرطوبه عاليه كمان؟ بالمناطق الجبليه عم بحكي عن عين سحلتها. صحيح، عين سحلتها درجه الحراره حتكون 28، بس هي الماكسيموم، يعني هيدي تقريبا بعد الساعه 1 2. اوكي. درجه الحراره الصباحيه بتكون 14 15، يعني بترتفع تدريجيا. نعم. وبعد الساعه 10 اجمالا اذا كان في ضباب او غيوم بتروح الغيوم، بصير الجو شوي اصعب يعني بالنسبه للشمس. بس قبل الساعة 10 بتأس كثير حلو. عظيم. طبعا انتوا أي ساعة برنامجكم مش عارف. نحن ابتداء من الساعة 9 تبعنا بكره. اوكي، أول ساعة حتكون كثير حلوة. إن شاء الله يكونوا الساعات الباقيين كمان حلوين. إن شاء الله. هاي الكتلة الهوائية اللي كانت مستمرة تدريجيا تأثر علينا خلال الويك إند، وكون تأثيرها أكثر شيء الأحد اثنين وثلاثة، لتعود لتنحسر عن الحوض الشرق المتوسط وعن لبنان ابتداء من نهار الأربعاء. نعم. وبيرجع درجة الحرارة تقريبا لضمن المعدلات الموسمية بالنسبة للبنان. هلا بالنسبة للرطوبة عم تكون مثل ما قلنا مرتفعة شوي من 60 إلى 85%، وحال البحر منخفض الموج، حرارة المي 28 درجة، تقريبا حرارة المي عم تطلع شوي شوي بس بعد ما وصلت ل 30 درجة المعتادة. أوكي؟ مثل ما قلنا الضباب على المرتفعات لحد الساعة 9 10 الصبح، وخلال النهار بتكشح إجمالا. هذا إجمالا كل شيء بالنسبة للطقس اللي هو تأثير مثل ما قلنا كتلة هوائية حارة ابتداء من نهار الأحد بتؤدي لارتفاع درجه الحراره خلال ثلاث ايام اللي بعد الاحد، احد اثنين ثلاثه، وبكره نهار السبت هو انترميديا خلينا نقول. عظيم، شكرا لك عبد الرحمن زواوي، دائما بنتعبك معنا وانضموا لنا بكره اذا بتحب هيك تطلع صوب الجبل كمان، نحن لايف طالعين بكره من عين سحلتها، عم نبرم المناطق اللبنانيه كافه خلال فصل الصيف، هيك بنكون عم نضوي اكثر على السياحه الداخليه وعم ننقل حلقات مباشره ونعرف العالم على المناطق اللبنانيه اكثر واكثر. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم بصبحيتنا، ورح نروح لنتعرف على اخبار متفرقه من العالم مع زميل داني حرب بورد سكند.